اللهم ارزقنا أعمالا تعين على أن نحب لقاءك. وهممت بأن تتناول إفطارك فتذكر يوم تلقى الله. نقول في دعائك: اللهم كما أفرحتني في الدنيا بأن أتممت صيامي فارزقني الفرح يوم لقاءك. مهما أعطوا من لذات الدنيا لا يمكن أن يجدوا فيها غنى عن الشوق إلى الله. وتعرف عظيم محبتك لربك إذا أعطيت شيئا من ملذات الدنيا، فإن شعرت بها غنى عن كل شيء فلم ترسخ بعد محبة الله عز وجل في قلبك. وإن كانت ملذات الدنيا مهما كثرت مهما عظمت مهما اختلفت تصل إليك تباعا ولا تملأ فؤادك، لأن فؤادك قد ملئ قبل بمحبة الله، فتعلم أنه لا يسكنه ولا يجعله مطمئنا إلا يوما يلقى الله عز وجل.